السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، موعد النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتاب الباراجراف عن The Community Garden، الحديقة المجتمعية. The Community Garden أو Community Garden، الحديقة المجتمعية، الحديقة المجتمعية. الراء علامة الترخيم، انسب مسافة عد الكلمة. نبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة نضع فلسطوب. نبدأ بسم الله تعالى. طبعا هنبدأ الأول إن الحديقة المجتمعية هنوصفها إن هي فكرة كويسة جدا. يبقى community garden، الحديقة المجتمعية، is بتكون a good idea، يعني فكرة كويسة. احنا بدينا الباراجراف بتاعنا ان احنا وصفنا الحديقة المجتمعية بانها فكرة كويسة جدا او رائعة. كمان هقول الحديقة المجتمعية بتكون، او طبعا نعرف الحديقة المجتمعية ان هي مساحة خضراء كبيرة. طيب نقول الكلام ده ازاي؟ يبقى community او a community garden، الحديقة المجتمعية، is بتكون a big green space. وصفنا إن الحديقة المجتمعية هي مساحة خضراء كبيرة، أو تعريف الحديقة المجتمعية a community أو a community garden، الحديقة المجتمعية is a big green space، هي مساحة كبيرة خضراء. هنبدأ نقول طبعا هي موجودة فين. هنقول it's on، إنها على the roof، على سطح طبعا إيه، على سطح عمارة سكنية، of an apartment block، على سطح عمارة سكنية. هنبدأ نتكلم عن الحاجات، أو يعني إحنا بنزرع إيه. هنقول we، نحن، نبدأ الفعل بعد كده الفعل. we grow، نحن نزرع vegetables، خضروات. طبعا لنأكلها، يبقى to، لكي طبعا eat نأكلها. كمان هنقول إن إحنا بنستخدم السماد الطبيعي، يبقى we، نحن use، نستخدم أو use natural fertilizer. نحن نستخدم السماد الطبيعي، we use natural fertilizer. كمان هنقول ان احنا ما بنستخدمش مواد كيميائية، يبقى we، نحن، never، ابدا، use، لا نستخدم او use chemicals، يعني مواد كيميائية. we use أو we never use chemical، نحن لا نستخدم مواد كيميائية. هنقول فايدة الحديقة المجتمعية إن بتعمل إيه أو تأثيرها إيه. هنقول إن الحديقة المجتمعية أو الحديقة أو حدائق الأسطح، يبقى الروف، روف جاردن، روف جاردن، عذرا، يبقى الحدائق الأسطح ايه مهمتها او فايدتها ايه. يبقى help، بتساعد طبعا في clean، في تنقية او تنظيف the air، الهواء في المدينة، يبقى in the city او city، في المدينة. كمان ممكن نقول او نوصف ان هو مكان كويس جدا لنقابل فيه الناس، يبقى they، اللي هي الحدائق دي، they are، يعني هي بتكون a great great place، مكان رائع، to، لكي طبعا meet، نقابل فيه ال people، الناس أو الأشخاص. كمان ممكن نقول برضو إحنا بنحصد، نحن، يبقى we harvest أو harvest، بمعنى يحصد، نحن نحصد الإيه؟ الفريش vegetables،
الخضروات الطازجة. فروم معناها من the community, the community garden من الحديقة المجتمعية. طبعا احنا كده خلصنا الباراجراف بتاعنا. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. ما تنساش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.